بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد استكمالا يعني لاحتفالنا العظيم بيوم العزه والفخر، يوم 6 اكتوبر، اليوم اللي رجع لكل المصريين بل كل العرب عزتهم، رجعهم تاني مرفوعين الراس. الحقيقه يعني لما الواحد بيقعد في حضره يعني احد ابطال 6 اكتوبر، الحقيقه يعني لا يملك غير ان هو يعني زي ما بيقولوا يقف إجلالا وتقديرا لهؤلاء الرجال اللي ضحوا بحاجات كتير جدا، في اللي ضحى بحياته وربنا يرحمهم شهداء، وفي اللي ضحى بسنين عمره وضحى بحاجات كتير، يمكن في مصابين حصل إصابات كتيرة، إصابات تعجيزية كتيرة، كل دول لا نملك إن احنا في حضرتهم غير إن احنا نقف لهم يعني إجلالا وتقديرا، لأن تضحياتهم لولاها ما كنا الآن نقدر نقعد زي ما احنا قاعدين دلوقتي، لان كانت هتبقى الفاتوره كبيره جدا عشان نرجع ارضنا دلوقتي. يمكن هم ما كانش عندهم غير هدف واحد، ما كانش فيه اي حاجه تشغل بالهم غير الارض لازم ترجع. الحقيقه بيشرفني في الاستوديو نجم، مش نجم اقول بقى اقول ايه، اقول بطل، نجم اقول قولوا زي ما انتم عايزين تقولوا، بطل من الابطال الحقيقيين اللي وقع عادل فوده. الحقيقه قبل ما ارحب بيه طبعا في الاستوديو ويعني وجوده معانا حاجه يعني حقيقه شرفتنا جدا، كان قائد المجموعه قمر، المجموعه دي كانت من 3 من القوات المسلحه تم اسقاطهم خلف خطوط العدو يوم 6 اكتوبر بالطيران الهليكوبتر لمسافه 100 كيلو جوه. سياده اللواء قعد خلف خطوط العدو من شهر اكتوبر 6 اكتوبر حتى 21 مارس بدون اكل بدون شرب بدون أن يشتبك مع العدو، وشغلته هو فرد أو قائد مجموعة في سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع خلف خطوط العدو. الحقيقة قصة لو قعدنا نكتب عليها سنين مش هنقدر نكتب. سيادة اللواء منورنا ومشرفنا، أهلا وسهلا. الحقيقة الواحد لما بيقعد في حضرة طبعا بطل زي حضرتك لا أستطيع أن أنا يعني أقف إجلالا يعني وتقديرا لما قدمتوه من تضحيات. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة طبعا الواحد يعني لما بيجي يوم زي يوم 6 أكتوبر وبيتاح لي الفرصة أنه يلتقي حتى بعيدا عن التلفزيون أو وسائل الإعلام، أو أن احنا بقعد مع مجموعة من الضباط الصغيرين أو مجموعة من الشباب عشان يتكلموا نتكلم عن هذا اليوم، أنا في الحقيقة بحس يعني زي ما بيقولوا بإني أنا بدوس فلاش باك على الفترة اللي هي يوم بداية مهمتي يوم 6 أكتوبر 73، وبسترجع يعني أنا مش عايز أقول حاجة، إن أنا الفترة الأخيرة كنت بعتذر كتير عن اللقاءات التلفزيونية لأني أنا كنت عايز اليوم ده يبقى يوم بتاعي أنا، أقعد حاجة من الاتنين، لا إما أسترجع الذكريات وإيه اللي تم والكلام ده، أو إني أقرأ في مذكرات اللي أنا كنت بكتبها يوم بيوم خلال الحرب. والحمد لله ان حتى الان لما اجي استرجع كل يوم بتفاصيله بحس ان اللي حصل في 6 اكتوبر حقيقي، مش عشان انا كنت فرد فيه او مشارك فيه، معجزة على اي مقياس عسكري. صحيح. ليه؟ لان احنا المقاتلين او احنا اللي كنا بنشتغل ما كناش متصورين ان هيجي اليوم اللي فعلا اسرائيل تعترف هي ذات نفسها إن المقاتل المصري ده عمل المعجزات بجميع المقاييس. إسرائيل اللي كانت بتقول الزراعة الطولة اللي هتعمل واللي تسوي، واللي كانت بتقول إحنا وصلنا لحافة القناة دي وقدامنا 50 سنة كمان، إذا فكرتوا إن أنتوا تعملوا حاجة إحنا هنكون في القاهرة، النقلة الثانية في القاهرة. فدي كانت بتخلي كل جيل أكتوبر سواء جندي أو صف أو ضابط صغير أو ضابط رتبة متوسطة أو قيادة، كلهم كانوا بيقولوا ما فيش غير هدف واحد وهو النصر أو الشهادة. سيادة اللواء حضرتك قلت لي قبل الهوى إن بعد نكسة 67 الله لا يعيدها يعني، حضرتك قلت لي إن مستقبلي تغير بالكامل عشان آخد طار بلدنا، احكي لي دي تاني. هو في الحقيقة أنا سنة 67 لما قامت الحرب 67 أو نسميها النكسة، أنا كنت في المرحلة الثانوية، كنت في سنة تانية ثانوي، وكان طبعا موضوع دخول الجيش دي يعني كانت بعيدة شوية. ليه؟ لأني كنت بحس إن الضابط ده مجرد يعني زي ما بيقولوا إيه، واجهة اجتماعية وكلام يعني إيه،
انا كان اساسا اتجاهي، انا كنت اساسا كنت داخل معهد البترول او كليه البترول اللي هي بعد كده، ولكن انا لما جت نكسه 67 وحسيت فعلا، وكان ليا اساسا اقرباء استشهدوا في هذه الحرب، الحرب اللي اساسا زي ما بيقولوا انا بسميها مذبحه الابرياء، لان اللي حصل ان العدو الاسرائيلي اللي انا وجهه نظري بقول انه سيظل عدو، لاني بغض النظر لاني لا يحترم لا سلام ولا معاهدات ولا غيره، عشان كده لازم إنسان ولا لازم لازم احنا نبقى متيقظين لهذا، وجيلنا الحالي لازم نحط في اعتباره تحت اي مقياس ان ممكن نحتاجه او الشعب المصري يحتاجه، وبالتالي يبقى سند قصاد هذا العدو الى ان تتحرر، او بمعنى اصح يبقى المنطقه بالكامل في سلام، تتحرر من هذا العدو. انا اساسا غيرت اتجاهي وقلت لازم ابقى ضابط في القوات المسلحه، وكان هدفي او املي نمره واحد ابقى ضابط، نمره اتنين تتاح لي فرصه اني احارب. انا ما كنتش عارف طبعا هحارب امتى، السنه دي، السنه اللي بعدها، السنه انا صحيح. دخلت الكليه الحربيه سنه 68 بعد النكسه بسنه، وقعدنا، ويمكن حتى الجنود اللي كانوا موجودين اللي كانوا بيتجندوا كان الجندي بيتجند ومش عارف هيطلع امتى. في ناس دخلت سنه 68 في يناير ما خلصتش او مؤهلات عليا غير في 74 بعد ما خلاص الحرب والفض بين القوات والقصص دي. فانا بقول اني الفتره اللي انا اساسا دخلت الكليه الحربيه فيها كان عندي هدف واحد، واحنا كنا فعلا كان عندنا مدير كليه بصراحه رحمه الله عليه كان اسمه محمود زكي عبد اللطيف، ده كان اللي هو اللي استلم من محمد فوزي اللي هو وزير الحربيه، ده كان بيقول لك احنا دي انتوا دخلتوا مصنع الرجال. صحيح. انتوا بنعدكم علشان انتوا اللي هترجعوا لنا الارض السليبه المغتصبه والكلام ده. حضرتك قلت لي اخر دفعه خرجها الراحل، اخر دفعه خرجها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودي كان يوم 12 فبراير سنه 70، وهذا اليوم تزامن. كلمنا عن الصوره دي. دي طبعا الصورة اللي أنا شايفها قدامي دي صورتي يوم ما رجعت أنا ومجموعتي بنفس الزي اللي هو طلب يقابلنا المشير أحمد إسماعيل علي رحمة الله عليه. يعني دي يوم 21 مارس لما يوم 21 يوم ما رجعنا المشير طلب يقابل هذه المجموعة، يكرم في هذه المجموعة كل أجهزة الاستطلاع اللي اشتغلت. حضرتك انا واحد في الصوره عشان طبعا انا اللي قدام المشير على طول اللي حاطط ثلاث نجوم، ويمكن اساسا الكتافه دي اداها لي المشير قبل ما اخش، السكرتير بتاعه قال لي يعني انت حضرتك كنت قلع الكتافات. انا من غير السبب لان انا دخلت الحرب وانا برتبة الملازم اول واترقيت وانا جوه، فانا اساسا يعني انا دي المجموعه قمر، دي المجموعه قمر اللي انا قائدها اللي قدام دي، وفي اتنين موجودين ورا، وفي مجموعه تانية كانت رجعت معانا في هذا يعني اللوم. بص حضرتك دقنك طويله وشعرك طويل طبعا، خمس شهور خلف خطوط العون، نفس الهدوم، ست شهور بنفس حتى الهدوم. لو تلاحظ الافارولات تشوف تلاقيها متقطعه باليه طبعا يعني، لان ست شهور الافارول يعني ما تقلعش من على جسمك ست شهور، ما استحمتش، ما كنتش يعني اكل وشرب جميع المقاييس. انت دلوقتي لما بتقعد يومين ما بتستحماش بتقول انا بقالي فتره ما استحماش، يا خبر ابيض. ولكن طبعا كل الكلام ده يهون عشان مصر. طب ويعني والمشير احمد اسماعيل كان مقابلته ليكوا ازاي؟ مقابلته لينا ده هو اساسا المشير يعني، وانا انا حقيقه لما قابلته بقول له الف مبروك يا فندم على رتبه المشير لان اترقى. قال لي انت بتبارك لي، انا اساسا انا الصوره دي انا بفتخر بيها قصاد اولادي، انا بصورها معاكم عشان افتخر بيها قصاد اولادي. الله. وحقيقه اتيح لي الفرصه ان اقابل ابنه السفير احمد محمد اسماعيل علي، لقيته بيقول لي الصورة اللي معلقها أبويا في الصالون بتاع هي الوحيدة الصورة معاه كل تجمع كل مجموعة دي، شرف كبير. رغم أنه أكيد معاه صور مع رويسة وأكيد معاه صور مع زعماء والكلام، ولكن هو بيحس أن هذه الصورة بالنسبة له نوع من أنواع الرمز. يا فندم هو راجل عسكري فاهم قدر التضحيات اللي انتوا ضحيتوها خلال ست شهور. بالزبط. هو مقدر ذلك، ومش بس التضحيات وكمية المعلومات اللي انتم مديتوا بيها القوات المسلحه المصريه خلف خطوط العون. انا عايز اقول حاجه برضو اني يعني لما رجعت طبعا عرفت ان المعلومه اللي كانت بتبعتها المجموعه بتاعتي
بدل ما تروح كانت بتروح في جهاز لاسلكي موجود في مركز 10 اللي هو مركز القيادة اللي فيه الرئيس أنور السادات والقادة. فالمجموعة الإشارة أو الرسالة اللي بتروح في نفس التوقيت اللي هي بتروح في المركز اللي بنتعامل في نفس الكلام عشان يتعرض على الرئيس أو القيادة. إيه تقول إيه أخطر معلومة حضرتك نقلتها خلال 6 شهور؟ طبعا انا مش عايز اقول حاجه، ان في المجله العسكريه بتاع سنه 96 كان اول مره تزيح الستار عن دور المخابرات الحربيه في حرب اكتوبر، كان سنه 96 بدايه الاعلان عن هذا. ونزلت القصه بتاعه المجموعه في مقاله اسمها عيون صامده، وهذه المقالة اتعرضت وإدارة المخابرات صدقت عليها، أني نقول أن في قصة لمجموعة هي بتمثل حاجة جزء فرع من أفرع إدارة المخابرات اللي دورها كان بارز في حرب 73. والقصة ديت منشورة في سنة 96 في المجلة العسكرية، فيها إجمالي طبعا الكلام دوت اتخذت القصة دي من مذكراتي الشخصية اللي قدام، ويمكن المذكرات اللي معايا ديت أنا أساسا يوم بيوم كنت يعني بسجل، وحتى كنت بحط رموز عشان حاطط في اعتبار إن لو حصل لا قدر الله الواحد وقع في الأسر ولا حاجة يبقى على الأقل في حاجات معينة ما تبقاش حتى عارف عامل حساب اللحظة دي بالظبط، أنت ما تضرش بلدك حتى بدون ما تضرش بالظبط. طبعا الآتي اللي إحنا هقول إن اتكلفنا بالمهمة بتاعتنا ليلة 6 أكتوبر. ليلة 6 أكتوبر طب لا كلمني مين اللي بلغك واستعديت ازاي وايه اللي عملته قبل ما تسافر؟ تمام. هو أساسا نقول مثلا أولا نمرة واحد نحب نلقي الضوء عن ايه هو أعمال مجموعات مخالفة خطوط العدو. أنت أعتقد وأنا يمكن أنت لو ما أعرفش، بس طبعا إحنا على أيامنا واحنا صغيرين كنا بنخش افلام وكنا بننبهر جدا في فيلم جانز نافارو، يعني اللي هي المدفعين اللي موجودين والمجموعه الكوماندوز اللي راحت شفتها شفت الفيلم ده بالظبط، وتم تدمير المدفعين ده كان حرب في المانيا، كان المدفعين بالظبط اللي هم كانوا اساسا بيقفلوا مضيق القصه دي الفتره دي، وانا لسه اساسا قبل ما افكر في العسكريه ولكن لما جيت بعد كده ودخلت الكليه الحربيه والقصه دي لقيت ان احنا هنكلف بمهم، اي نعم مش هتدمر مدفعيه ولكن هتخش جوه عمق العدو، مش على الحد جوه عمق العدو وممكن تخش قاعده جويه كمان. ممكن تخش مطار، ممكن تخش قاعده صواريخ وتتخفى وتعمل بحيث انك انت توصل للقياده بتاعتك تفاصيل هذا الموقع بما فيه من معلومات وبما فيه من اسرار والكلام اللي زي كده. يعني على راي رأفت الهجاني احنا زرعناه، ولكن زرعناه على انه راجل عايش في وسط مجتمع وبسياحه وبتاع والقصه، انت اساسا زي المجموعه دي زي رأفت الهجاني ولكن بتزرعه في ارض المعركه في الموقع. وبالتالي عشان توصل المعلومات دي مطلوب منك نمره واحد انك تبقى متدرب كويس جدا، متدرب على الاخفاء والتمويه، انت ذات نفسك متدرب على اللغات، انك انت لما بتخش على الاجهزة اللاسلكي بتاع العدو وتتصنط تبقى عارف بيتكلم ازاي. بيتكلم عبري يا سياده اللواء؟ بتكلم عبري زي عربي بالظبط. يعني لو كلمتك عبري طب ما تقول لي قول لي كده يعني كلمه كده يعني يعني مثلا اقول ايه؟ اني قد سيم باباي تسي فرات سافاي اني تميد كديل هشكية مدنوت هعولم هحلطات لمعوسي تبطحون بانوجية عيتا بتخون. طب ايه بقى ده؟ اترجم بقول لك انا النهاردة في لقاء على الهوى مع الاعلام المصري يعني للتركيز على كذا. طب انا عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك تبص للكاميرا بتاعتك وعايز حضرتك تقول كلمة بالعبري طبعا للعدو الاسرائيلي تقول له بالعبري، انا حابب كمان اسمعها. تمام. احنا بنفكركم بنصر 73 بس. تمام. ايه تقولها بالعبري ازاي يا سياده اللواء؟ اقول هيوم اليوم اني تميت كدي لهشكيه مدنوتها علم ام نخنسالا مايم هتورتورياليت شيلانو، ان احنا جاهزين في اي وقت لمواجهتكم اذا اضطرت. سياده اللواء انا مش عايز اقول لحضرتك ان انت وانت بتتكلم والله العظيم انا كل شعره في جسمي بتقشعر، لان انا حضرتك يعني مش متخيل، انا مقدر تضحيه حضرتك وتضحيه الرجال، يمكن احنا قاعدين بنتكلم مع حضرتك في الاف ضحوا مش معانا دلوقتي،
الشهداء عشان تبقى عارف، احنا قاعدين وبنتكلم وبننقل الصوره وبنقول احنا عملنا وسوينا، ولكن في ناس اهم مننا كتير، وهو فعلا انا مش عايز اقول حاجه، ان اهم واحد اساسا صديق زميل ليا استشهد قصاد عينيا. الطياره احنا داخلين طيارات، كنا داخلين 12 طياره الساعه 4 يوم 6 اكتوبر ضمن الطيارات، واحنا بعد ما عدينا قناه السويس بحوالي 10 دقائق، يعني كنا مشينا مثلا مش اقل من خمس دقائق بتاع مثلا 25 كيلو، طلعت 2 طياره فانتوم تحاول اسقاط الطياره اللي هي ناحيتي، اللي هي كان في اللي كنت فيها المجموعه بتاعتي موجوده، وفعلا اتضرب صاروخ على الطياره، ولكن الطيار كان اسمه ابو شهبه ربنا يديله الصحه تفادى، عمل هوفرنج، فالصاروخ طلع بدل ما يخش في الطياره اللي هي دي خش في الطياره اللي جنبها، ودي كان فيها الشهيد عبد الهادي السقا رحمه الله عليه ومجموعه استشهد قدام عينيا. هذا برغم ان احنا واحنا ماشيين طول ما احنا ماشيين قاعدين نعمل لبعض كده ونشاور لبعض، صبروا بعض ده كلام. فهذا الشهيد اللي انا اساسا هو لسه كان رايح عشان يبدا مهمته وكلام زي كده، صحيح، استشهد قدام عينيا، وقبليها شفت في حرب الاستنزاف ايه وكلام زي كده. فكان اصرارنا وقررنا ان احنا يجب ان احنا هذا الجيل الشباب اللي هو زي ما بيقولوا هو وقود الشعب المصري، وقود الشعب الشباب مصر. احنا كلنا كنا داخليه، يعني احنا المجموعه بتاعتي كلها، انا كان مثلا سني 23 سنه 22 سنه، محمود سالم اللي هو موجود معايا 24 سنه، كلنا تحت ال 25 سنه شباب، قعد ست او يعني على سبع الاقل سنة من عمره، يعني جزء كبير من عمره بيتدرب زي ما بيقولوا، احنا كنا بنطحن يعني زي ما بيقولوا اللي هو اسمه ايه طه حسين كان قال لك ايه، وطحنا الصخور بالاسنان، يعني الناس دي وصلت لمرحله. وانت عشان هو اسرائيل اساسا تفتكر ان هي كانت تعمل سلام لو لم يكن هي حاسه ان هي اساسا في هذه الحرب خسرت كتير، ومش عايزه تكرر الكلام تاني على الاقل مع الجبهه المصريه. طب خلينا يعني بنستقبل تليفون الدكتور طه اسماعيل معانا، اهلا بيك يا دكتور. دكتور طه، طيب هنكلمه تاني يمكن الاتصال قطع. المهم ان انت بتقول لي على واحد من احب الشخصيات الى قلبي، بس وانا لسه في المرحله الاعدادي والثانوي. شكله هو العيب مسمينه الشيخ طه. الشيخ طه يعني فعلا فعلا يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال، بعد ما تم اسقاط حضرتك خلف خطوط العدو تمام، وبدات تنتشر او يعني اتحركنا من مكاننا، احنا نزلنا وكنا نزلنا بالظبط، يكفي ان انا عايز اقول لك حاجه، احنا كنا صايمين فعلا، وانا واحنا في الطياره الطيار راح مطلع من البتاع بتاعتي قال لي عشان احنا صايمين وانتوا رفضتوا تفطروا، علما بين التعليمات قالوا لنا افطروا، ولكن طبعا الواحد قال احتمال يبقى فيه استشهاد يبقى على الاقل، اداني بسكوتين وانا موجود، خدت واحده منهم قسمتها انا والسويفي وبتاع نفطر، لان كان احنا لسه كنا في الجو ولم والاذان بيدن. احنا نزلنا بالظبط كان حوالي الساعه 7 يوم اكتوبر، يوم 6 اكتوبر يعني تقريبا المغرب كان 7 الا 5 بتاع، كان الساعه 7 نزلنا، واول ما نزلنا بالشده بتاعتنا، مش عايز اقول ان الشده اللي كانوا بيحطوها لنا على الضهر كانوا مشفقين عليها، مساعد الطيار او الراجل الموجود واحنا قاعدين بشيء طبعا بيقول ازاي نزلنا بالشده. نزلتوا ازاي؟ نزلتوا بالحبال ولا لا؟ احنا نزلنا الطياره نزلت خالص. نزلت خالص والمروحه شغاله، نزلنا منها سلام يا رجاله سلام يا رجاله وبتاع، هي الطياره مشيت وسابتنا، احنا نزلنا اول حاجه عملناها فعلا نزلنا، انا شخصيا نزلت سجدت وقبلت رمل ارض سينا، شعور فظيع يعني انت لاني انا لم تطأ رجلي قدم الى ارض سينا، عمق سينا بالذات لم تطأ، يعني اول مره لاني كنت بشوفها من الناحيه الثانيه، يعني اي نعم احنا كنا في فتره حرب الاستنزاف بنعدي نعمل مش عارف استطلاع على الضفه ونرجع بنعدي اذا كنا نعمل كمين، انما كنا انك تنزل في عمق سينا، هي دي سينا، دخلت جوه العمق انت دخلت في وسط سينا، يمينك جبال وشمالك جبال وهنا طرق وهنا مطار بعد ما سجدت وقبلت الارض يلا يلا بتاع، فردت الخريطه على طول ادي مكاننا،
ادي مكاننا يا اولاد اللي نزلونا نزلونا فعلا في المكان، هوب هنتحرك الجبل الفلاني. ليه بقى؟ طب سياده اللواء معلش انا هقطع حضرتك، معانا الدكتور طه اسماعيل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذ هيثم، منورنا ومنور شركه قناه النادي الاهلي. وطبعا يعني نحب نسمع حضرتك، احنا بيشرفنا طبعا في الاستوديو اللي قاعد في اوضه احد يعني قائد مجموعه قمر خلف خطوط العدو في حرب 73. يعني حضرتك تحب توجه ايه في اليوم ده لقواتنا المسلحه وشهدائنا وابطالنا؟ هو عادل، والحقيقه يعني ببارك له طبعا في هذا اليوم الجميل ومناسبه عظيمه جدا. الحقيقه انا حرب اكتوبر، يوم 6 اكتوبر ده انا كنت بشتغل في جده مع النادي الاهلي في جده، وبعد التدريب خرجت طبعا بفتح التلفزيون لقيت طبعا البيانات ولقيت الاغاني الجميله بتاعت حرب اكتوبر والانتصارات الجميله وقفل الجنود الاسرائيليين وكذا وكذا، حاجات عظيمه يعني. الحقيقه يعني عشان ما ادخلش بقى في تفاصيل كثيره قوي، يعني انا بتكلم على اجمل ما في حرب اكتوبر، ان حرب اكتوبر دي تعتبر حاجه استثنائيه في التاريخ المصري من حيث التخطيط الجيد جدا، الاخفاء والتمويه العظيم جدا اللي خدع جميع الوسائل الحديثه في اكتشاف تحركات وكذا وكذا بالنسبه لامريكا وخلافه. ومع هذا الحقيقه الرئيس ذاته كل الكادر اللي اشتغل طبعا معاه والجيش كله كانت حاجه عظيمه جدا ان هم يقوموا بهذه العمليه. التدريب اللي تم على العبور بشكل رائع جدا، والقوارب ومدفعيه في البدايه ثم الطيران والمدفعيه وكذا، يعني تخطيط عظيم جدا جدا، وكانت ايمان الجنود المصريين بالمصر الكبير دي كانت نقطه مهمه جدا، ان هم يعني اما تنزل في حرب زي دي العامل النفسي والروحي كبير جدا، مساعده كبيره جدا، وربنا سبحانه وتعالى طبعا في شهر رمضان يعني ساعد في هذا المصر، هو صاحب المصر الكبير جدا، وكل ما بتجتهد ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك. فانا اعتقد ان دي صفحه من الصفحات المليئه والجميله والناصعه في التاريخ المصري. يا ريت يعني احنا من ايامها واحنا بنقول يا ريت نقتدي بما تم من تخطيط وبلاننج بشكل جيد وتنظيم جيد واداء جيد، وكل حاجه 10/10 اتعملت بشكل رائع جدا، رغم انك انت بتحارب جيش عنده تكنولوجيا كبيره جدا وعنده اسلحه كبيره جدا، فيك بتساعده بالاستخبارات، بتساعده بالاقمار الصناعيه، ورغم كل هذا في الوطن تتفوق عليه في الست ساعات الاولى من الحرب. وانا اعتقد ان دي يعني راسخه في اذهان المصريين، والواحد كان بيحس بالفخر وهو خارج بلده انه الجيش بتاعنا عمل هذا الاعجاز والانجاز العظيم جدا. فهي الحقيقه ايام مباركه جدا، يا ريت نستلهم منها دروس كثيره. طب دكتور يعني حضرتك النادي الاهلي كان له يعني النادي الاهلي طول عمره ليه يعني باع كبير في الوطنيه والمشاركه في الـ يعني الـ القضايا الوطنيه الكبيره. حضرتك تتذكر ايه من ولاد النادي الاهلي اللي شاركوا في هذا اليوم؟ هو شوف النادي الاهلي اساسا يعني نشاه النادي الاهلي هي نشاه وطنيه يعني من التسميه نفسها، ولذلك النادي الاهلي كان في قلب الاحداث السياسيه والعسكريه اللي حدثت في مصر كلها بابنائه المنتشرين في كل هذه المجالات. واساسا زي ما بقول لحضرتك هو النادي الاهلي استلهم الحس الوطني بالاسم نفسه كنادي اهلي، نادي وطني بيضم المصريين فيه، ولذلك خد الشعبيه الكبيره قبل الكوره وقبل كل حاجه من هذه التسميه ومن انتماء الناس اللي موجودين فيه. واعتقد النادي الاهلي زي كثير من الهيئات في هذه الفتره ساهمت مساهمه عظيمه جدا، والشعب كله كان على يعني على قلب رجل واحد، وده كان شيء من الاشياء العظيمه جدا. انا بشكر الرئيس سادات ومن معه، انا بقول هو طبعا على راس العمل، وكان راجل مخطط عظيم جدا وراجل سياسي محنك، والحقيقه قام حاجه عظيمه جدا يفتخر بها الشعب المصري طول حياته.
يعني دكتور طه اسماعيل شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا على قناة النادي الاهلي. الله يخليك يا حبيبي، وان شاء الله يكون بينا لقاءات اكيد جايه ان شاء الله في مناسبات اكتر باذن الله. سياده اللواء، يعني حضرتك قلت لي ان الدكتور طه اسماعيل كان عشقك. انا كنت بحبه قوي فعلا كلاعب. طبعا. وفي نفس وكروح رياضيه حقيقي، يعني الواحد كان وهو صغير، يعني ده طبعا احنا يجب ان يكون عندنا قدوه، فهو كان. وبعدين القدوه لما تبقى مفتقده بتبص تلاقي الجيل طالع، فاحنا كان عندنا قدوه في الرياضه. كنت ببص مثلا فعلا في الرياضه كنت بعتبر صالح سليم والشيخ طه ساعتها او طه اسماعيل كناس يعني لا كلاعيبه احتراف وكخلق، ودي حاجات. حضرتك قلت كلمه جميله جدا سيادة اللواء، قلت غياب القدوه. قدوه طبعا، يعني احنا دلوقتي بنفتقد حقيقه القدوه. حقيقي القدوه اذا كانت قدوه مفتقده في احنا لازم اصل في قدوتك لازم تكون قدوتك حاجه يعني زي ما يقولوا تستنهض اللي حواليك. يعني انا لحد دلوقتي بقعد اتذكر اول قائد سريه ليا، يعني كان الملازم اول جمال عسل. انا اتخرجت من الكليه انا ملازم بنجمه واحده وهو بنجمتين، بس كنت ببص له لايه؟ قدوة يعني بيعلمك والكلام دوت، ويجي حتى يطلع مع يعني مش موضوع صحيح. ان هو اساسا اقدميه فقط صحيح، ان لم تكن انت حاسس بان العساكر بتوعي برغم انهم كانوا اكبر مني سنا، انما كنت بحس ان دول اولادي انا مسؤول عنهم عن حياتهم ما شاء الله. فبالتالي لما اعمل اي حاجه ما ابصش، حتى لو انا عايز اضحي بنفسي لحاجه معينه لازم ابص لدول. طيب عشان كده كان الواحد بيبقى فيه كنترول شويه وروح جميله. احنا جت في وقت من الاوقات كنا هنعمل، يعني لما وصلت العمليه زادت بينا وقعدنا ومفيش اكل، قررت ان انا انزل اعمل اقتحام على اتوبيس اسرائيلي بيجي يوميا فيه طيارين وبتاع، ويبقى عمليه انتحاريه. ولكن انا عشان تجيب مؤن واكل، علشان لا خلاص ما انت دلوقتي اساسا الدنيا اتقفلت. اتكلمنا عن العمليه دي، عملت ايه يا سياده اللواء؟ العمليه دي خدت تصديق، اتصلت بالقياده قالوا لي حياتك اهم، يعني انت احنا عندنا يعني وفي الاخر بقى يعني استحملنا شويه، بس فرجت ربنا نزل لنا. كان في مفيش مطر ميه في يوم، والله مش عايز اقول حاجه، احنا كنا بنعتبر كانها يعني موقعة بدر. قعدنا ندعي مفيش ميه وخلاص والقصه دي والكلام ده، نصحى الصبح نلاقي مطره نازله بطريقه بغزاره وملت لنا الوادي اللي احنا كنا ممولين، ونزلنا شربنا وبتاع يعني حرب. الاكل كنت بتصرفوا فيه ست اللي يعني الاكل عايز اقول لك حاجه، بقول لك انا كنا واخد 7 ايام تعيين فقط. التعيين ده قعد معانا يعني 21 يوم بعد ال 21 يوم. بعد ال 21 كان لازم ان احنا نعتمد على التعايش، كنا بنصطاد الثعابين ونصطاد، نطلع في المنطقه الجبليه نصطاد الثعابين والارانب البريه والكلام ده. وفي وقت من الاوقات وصلنا ان احنا دخلنا مطار اقرب مطار لينا، وجبنا اساسا من اللي حوالين المطار بيبقى فيه زباله والكلام ده يعني. خبر ابيض. لا تحملته كتير يا ست اللواء. تحملنا كتير عشان في الاخر خالص انك تحس ان في طعم اصلك انت ممكن تبذل مجهود كتير كبير، ولكن في الاخر زي مثلا اللعيبه بذلت مجهود في ماتش وفي الاخر خسرته مثلا، انما بيبقى النجاح حلو. طب كنت بتعرف اخبار الحرب؟ يعني حضرتك كنت في نقطه ما انتش شايف اللي حواليك. انا معايا جهاز لاسلكي، حتى الجهاز اللاسلكي لما الفتره طالت والكلام ده حصل فيه عطل، فكان لازم ان ده شريان الحياه بالنسبه لي للعالم على الاقل للقياده، فكان قراري ان انا لازم اروح وتخفيت في زي بدوي ورحت باتصال مع ناس في المنطقه قدرت ان اجندهم لصالحي، ورحنا اساسا دخلنا ورحنا لحمت السلك اللي هو كان اتقطع ده ورجعنا تاني الكلام ده بعد. شوف اللي حضرتك بتقوله في سطرين كل وقت ده ده قصه، يعني مش عايز اقول لك واحنا رايحين قصة. ازاي دي فيلم ممكن تتعمل فيلم ازاي تلحم السلك بتاع اللاسلكي وعملنا ايه والاسرائيليين وقفونا ايه وكنا متخفي، يعني عايز اقول حاجه. ولكن طب انت اتعلمت العبري هنا ولا لا؟ انا اتعلمته في الكليه الحربيه وقبل ما اخش الحرب خدت فرق متخصصه في اتكلم بطلاقه بقى العبري بطلاقه بقى انك انت تكتب تكتب وتعمل والقصه دي الكلام ده. علاوه على كده ان كان بيدرسوا لنا العبري، كان مثلا يعني استاذ اللغات الشرقيه في كليه اللي هو الاداب قسم لغه عبريه في جامعه عين شمس، كانوا بيجيبوا لنا في مدرسه المخابرات تاهيل
عايز اطلع ضابط لا يقل كفاءه عن الضابط الاسرائيلي. طب قول لي يا ست اللواء، حضرتك لما رحت خلف خطوط العدو وبدا تجمع معلومات وتتصل بالقياده، ما حصلش اشتباك بينك وبين اي مجموعه ولا حاولت تتجنب ده؟ تجنبت كل ده. الحاجه الوحيده بس ان في وقت من الاوقات حسيت ان في بعض اسرائيل ابتدت تجند بعض ضعاف النفوس، ان هم يروحوا يقصوا اثر وكلام زي كده. والقصه ديت هم اولا اسرائيل عشان برضه تبقى عارف، خلال الفتره كانت عارفه تماما ان في مجموعه في الحته دي، لان بتلقط الاتصالات بتاعتها وتطلع بطياره بعدها. يعني احنا كنت اعمل الاتصال من هنا، اطلع ابعت الرساله بتاع. بالمناسبه الصوره اللي ورا دول، دي صوره لاحد رجال اللي هو البدو اللي كانوا موجودين، اسمهم المتعاونين، اللي كانوا يعني زي ما بيقولوا قلبهم على البلد. ودي اساسا دي كانت مجموعه من احد القبائل، مش هذكر اسمها، ولكن دول كانوا ناس متعاونين. حضرتك معاهم يا ست اللواء؟ نعم. حضرتك في الصوره؟ لا انا مش في الصوره. بس دول مجموعه من ولكن دول من اللي اساسا كانوا من المجموعه المتعاونه معاك. حضرتك كنت بتلبس ازاي ده؟ انا ما لبستش زيهم. انا لو تلاحظ اني اساسا انا كل لبس، حتى الافرول اللي رجعت بيه انا ما غيرتوش، يعني طول الوقت لابس الافرول. الا بس لما رحت. يعني انت لو تبص شوف الصوره دي، حضرتك اللي واقف يعني أنا فوق اللي هو بشعر طويل ده، اللي جنب اللي محمود سالم دوت اللي هو القائد الثاني بتاعي. فنفس اللبس بتاعنا اللي دخلنا بيه هو اللي رجعنا بيه. وعشان كده حتى لدرجة اني انا اساسا انا اهديت الافرول ده. بالمناسبة في صورة تانية، الصورة دي كان ايام ما عندنا الخبراء الروس، لو تلاحظ القائد الكتيبة رحمة الله عليه اللي هو من غير اللي هو بيتكلم مع الروسي ده، محمود عبد الله عبد العزيز، لما الكلام ده سنة 70 لما كان عندنا لسه الخبراء الروس قبل الحرب، قبل الحرب، وبييجوا يشرفوا على التدريب ويحضروا. الخبراء الروس كانوا هم ذات نفسهم بينبهروا بكفاءات انتوا عندكم كفاءات. الخبراء دول اثنين يعني اهم اثنين قاده يعني انا بعتز بيهم، محمود عبد الله واحمد صلاح، الاثنين رحمه الله عليهم. فدولم يعني كل انا دولم القدوه بقى، اللي انا اقول اني عندي قدوه فلان لما اجي اتكلم، لا هقول مثلا مش عارف مين ولا بتاع ولا لا، هم دولم القدوه اللي علمونا. طب الصوره دي الصوره دي اساسا كانت هيئه قناه السويس بتحتفل بابطال حرب اكتوبر، واللي عملوا الطريق الى ايلات، وانا في وسطهم اهوت، والقبطان عمر عز الدين جنبي، والقبطان وسام حافظ. دولم يعني كانوا عاملين من كام سنه كده، يعني قعدوا يفتشوا ولا عايزين قائد المجموعه قمر يحضر، والحمد لله يعني دي تكريم للمجموعه بتاعتي شخصيا بعد 37 سنه. افتكروا قالوا احنا عايزين نكرم، قعدوا ندور عليهم وجبناه، ودي مع المجلس القادم. معلش حضرتك وريتني صوره او يعني زي شهاده الوسام من السيد الرئيس، براءة لا انا شفت شهاده، ما هي دي مش ما اسمهاش شهاده، اسمها دي براءة الوسام. طب ورهاني معلش يا حضرتك، اقراها. هي دي، بصوا يا جماعه معلش استاذه حضرتك ممكن تقراها لنا يا سياده اللواء؟ اولا توقيع الزعيم انور السادات فوق خالص اهو بخط ايده، من انور السادات رئيس جمهوريه مصر العربيه الى النقيب عادل سيد وفا فوده من الجيش، هو طبعا الجيش على اساس ان قوات مسلحه، تقديرا لما قمتم به بتفان واخلاص من اعمال استثنائيه وممتازه تدل على التضحيه والشجاعه في مواجهه العدو في ميدان القتال، قد منحناكم وسام النجمه العسكريه وامرنا باصدار هذه البراءه ايزانا بذلك تحريرا في كذا يوم كذا كذا. يعني كان يوم عوده حضرتك؟ يوم لا ده مش يوم عودتي، ده انا اتمنحت الوسام وانا لسه بشتغل جوه ولم احضر، لان انا حضرت 21 مارس. يعني الوسام دخلته حضرتك وخلف خطوط العدو مكتوبه يوم ايه؟ معلش يا جماعه ممكن تجيبوا لنا يوم 19 اهي 19 يعني لو ترفعوا الصوره شويه 19 فبراير 19 فبراير يعني كنت حضرتك لسه لان حضرتك رجعت 21 مارس، يعني لسه 32 يوم لسه، يعني انا منحت الوسام باعمالي السابقه. طب مين مين بلغك بالوسام؟ باللاسلكي صراحه، باللاسلكي برضه اتصل بيا. طب حسيت بايه بقى يعني لما حسيت ان ايه ان زي ما بيقولوا ايه انا لا نضيع اجر من احسن عمل. الله عليك يا سياده اللواء، يعني فعلا انا لا نضيع اجر من احسن عمل ربنا طبعا. لما اوعى تتصور ان اي حد من اللي كانوا موجودين دول من اللي كانوا موجودين معايا وعارفين ان هم رايحين واحتمال ما يرجعوش. بس انا شايف الدموع في عينيك يا سياده اللواء. لا انا لسبب، لان الدموع دي ايه؟ لا مش لان فعلا في شهداء ماتوا وزي ما بيقولوا في صمت.
ما حدش يعني اللي بيقدر بيتاح لحد يتكلم عن ده ولا، ولكن في ناس فعلا ضحت عشان مصر بحقيقه. وعايز اقول كلمه بحقيقه حط عليها 100 خط، لاني مش كل من مش بيقول مصر يا اولاد ومصر معلش الكلام ده بالعكس يعني زي ما بيقولوا صمت يعني. هو كانت صمت. كانت في مغنيه بتقول ما نقولش ايه اديتنا مصر، نقول لا احنا جيلنا نقدر نقول ادينا مصر كده. يعني ايه احنا ادينا لمصر؟ نشهد على ذلك احنا لا مش عشان ايه، انتوا راضيين على اللي انتوا اديتوه؟ احنا راضيين، ويا ريت الاجيال اللي بعدها تدي، عشان احنا اساسا لما ادينا احنا كان المناخ زي ما بيقولوا المناخ كله مهيئ ان الناس تدي. ليه بقى؟ لان ما كناش بقى كل واحد بيجري عشان، ولكن فرض على هذا الجيل اللي هو جيل الشباب اللي أنا كنت واحد منه، اللي هو من العشرينات إلى منتصف مثلا الأربعينات، هو دوت اللي مسؤول عن إن مصر تنهض وقود الحرب من الكبوة دي. وقود دلوقتي دلوقتي وبالتالي أنا بعتبر إن القدوة مهمة جدا وبالذات في الزمن بتاعنا. طب أنا هسعدك سؤال، رحلة العودة امتى بلغت ان انت ستعود الى ارض الوطن، وازاي كانت رحله عودتك؟ رحله العوده دي زي ما بيقولوا يعني دي اغرب من الخيال، مش عايز اقول ان اسرائيل في رحله العوده هي لقطت ان الرساله اللي جت من القياده جهز نفسك وكذا خلال اسبوع واعمل وجهز وخطط القصه دي. اسرائيل كانت عارفه ان رحلة العودة دي عشان تعدي من منتصف سيناء لازم تمر عن حتتين، لا إما من المحور الشمالي لا إما من المحور الجنوبي، لأن في النص جبال، في سلسلة الجبال مش هتقدر يعني لازم تعدي. فكانت عاملة كمينين في قعدة 7 أيام مستنياكم هنا وهنا، ويشاء ربنا إن الكمين اللي كان معمول تحت وأنا جاي من جبل الراحة تحت في الجنوب، إني ألاقي العربية الام 113 اللي قاعدة مستنية علشان المجموعة دي لو نزلت من هنا حاجة من الاثنين، لا اما تدمرها زي ما بيقولوا او ان هي تقبض عليها بالزبط. ويبقى في الحالة ديت احنا المجموعة اللي ما عرفناش نمسكها خلال ال6 أشهر دول احنا في الاخر هنجيبهم، وقصاد وسائل الاعلام وبتاع وادي مصر اللي عملت فض الاشتباك ودتا والقصة. طب عملتوا ايه؟ تهربتوا ازاي؟ مش عايز اقول حاجة، يقول دي جت من عند ربنا، عارف اللي هو زي ما بيقول يعني هو النصر الا من عند الله يعني فعلا فحشيناهم فهم لا يبصرون. والله مش عايز اقول احنا دخلنا يعني بالمجموعه قعدنا نزحف، وقلت لهم استنوا العربيه ايه، قربت كده وفوجئت بحاجه ان الاثنين اللي هم موجودين في العربيه علاوه على العسكري اللي هو السواق كانوا نايمين. فرحت واخد شنطة خرايط من هنا وراجع تاني بيها خدت منهم شنطة خرايط وهم نايمين وموجودة يعني مش بس عديت ده انت بتفكر بقى ترجع لبلدك بيه كمان. لا لسبب انا حبيت بس عشان بعد كده لما اجي اقعد قصادك كده واتكلم اقول كذا اقول لك ادي الشنطة اللي موجودة والحمد لله انا سلمتها للقيادة. علمت عليهم يا سيادة اللواء. ما انت مش علمت، تبين لي ان هم برضو هم مش الجند السوبر اللي ده انت قد يكون ان هم موجودين في الفتره دي بقالهم 7 أيام مستنيين هيجي النهارده هيعدوا مش عارف ايه، ولكن ربنا اراد فعلا ينيمهم في الفتره. وشنطه الخرائط مش عايز اقول ان كان فيها معلومات افادت القياده لما جاء، لان احنا تاني يوم كنا موجودين في مصر ولما اديتهم كده. طيب بعد ما عديت من المعبر ده انا لا مش عديت، انا عديت من وادي كان اسمه وادي المر. فعديت وحاولنا نمشي وفضلنا والكلام اللي زي كده لحد مثلا ما وصلنا لحاجه اسمها الحائط الغربي لسينا. الحائط الغربي لسينا ده اللي هو نهايه سلسله الجبال دي كلها. وانك انت شايف تبقى القناه على مسافه شايف الممر المائي. لا القناه لا على مسافه قد ايه منك؟ على مسافه 27 28 كيلو. يا خبر ابيض. فلازم الفائل دي لازم كانت الساعه حوالي الساعه 2 بالليل. قلت لهم لازم العمليه دي على الاقل قبل الفجر ما يطلع، وكان الفجر على الساعه 5 نكون عدينا. طبعا انت بتعدي في منطقه لا عارف فيها الغام ولا عارف ده ولا، وبعدين كان قوات الطوارئ الدوليه انتشرت ولو حتى وهي الدوريات مسكوك واكيد في نقط استقلاليه هيرجعوك تاني. حدوته كل الكلام ده. طب عملتوا ايه في الفتره دي؟ عديت ازاي؟ مشيت كده وتوكلت على الله؟ لا احنا الاول كنت نرقد ونبص ونشوف مفيش حاجه نمشي. حاجه اسمها وثبات. نروح ماشيين 3 4 كيلو
نرقد شويه نلاقي صوت حد معدي ولا كلام زي كده استكشف. والحمد لله. وبعدين في الاخر خالص وصلت للقناه عملت ايه؟ مش وصلت للقناه، انا وصلت لاني قربت الموقع من مواقع قواتنا المتقدمه. اه ما مش القناة. قوات عدت، ما قوات عدت، قواتنا عدت وقعدت على مسافه 10 كيلو قربت بقى للقوات، قربت للقوات بس عايز مش عايز القوات ما لجأ لدرجه الاتي، هم كانوا فاكرين فاكريننا اسرائيليين. انت شايف هيضربك ناس هيضربك. انت شايف ناس بالمنظر دي وجايه من الناحيه دي، طب هتعمل ازاي؟ لازم تبلغهم ان ينتظروك. مفيش ينتظرونا بقى، فقعدنا لحد وبتاع قربت، فوجئنا ان احنا داخلين في حقل الغام، يعني الموقع عامل قدامه الغام وربنا ستر برضه. استنيت لحد ما جه بقى الصبح، طلع لقيت ضابط جاي. طبعا سبت ورحت انا قلت لهم اثبتوا، وقمت له انا فلان الفلان انا ضابط مصر من اللي كانوا بتاع. هم كان عندهم فكره ان احتمال يجي لهم احتمال تيجي مجموعه من الحته دي، انتوا المجموعه المصريه اللي بتاع طب تعالوا من هنا بتاع. طبعا احنا لما دخلنا القوات الموقع ده الناس احتفال طبعًا. العساكر كلهم طبعًا. عارف ان ايه حرب انتهت خلاص طبعًا. انت 21 مارس يعني بقول لك اخر حصار الجيش الثالث، انت قعد 134 يوم، انتهى الحصار بتاع الجيش الثالث اخر يناير، فعندك فبراير فبراير خلاص بقى الدنيا والاجازات نزلت وده ايه دول من اللي جايين اللي لسه بيحاربوا لوحدهم. طبعا كان يعني كان يوم، وطبعا اول مره الفرحه بقى بتاعتي ان هي يعني لما عديت وجابوا عربيه تعديني وانا بعدي بقى على المعبر من الشرق الى الغرب رايح بقى على السويس وتتفرج بقى العساكر بتوع الشرطه العسكريه وبتاع جايين فرح. يحضنوا فينا وبتاع يعني كان ايام جميله. طب سياده اللواء حضرتك طبعا بتتابع النادي الاهلي وبتتابع كل صغيره وكبيره جوه النادي الاهلي. أيوة. يعني شايف طموحاتك او امالك في النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي مستقبله ازاي؟ شايف النادي الاهلي بيقدم ايه دوره للوطنيه المصريه؟ شايف يعني شايف النادي الاهلي كقيمه داخل مصر ايه؟ انا بعتبر مش عشان انا يعني زي ما بيقولوا متحيز للنادي الاهلي، انا اهلاوي زي ما بيقولوا لو عملوا تحليل دم يعني انا اساسا فصيل دمي بيه اهلي يعني الاهلي انا بعتبره شريحه من المجتمع المصري، شريحه من المجتمع المصري، بس شريحه انا بعتبر شريحه مميزه. يعني لو قلنا المجتمع المصري في مش عشان شريحه مميزه ليه؟ لان زي ما كلمه روح النادي الاهلي وروح الكلام ده انا بجيتها فعلا في المواقف الصعبه، زي ما بيقولوا دايما كان يقول لك ايه المواقف الصعبه هي التي تظهر معدن الرجال. صحيح. احنا في وقت الحلاوه وبتاع كله انا بس سيبوني عليه وانا بتاع، انما وقت الجد لا موضوع تاني. يعني الاختبار الحقيقي ايه؟ في المواقف الصعبه وليس في فروح النادي الاهلي. حضرتك شايفها دي النادي الاهلي انا بعتبره من النوادي اللي فيها قيم راسخه، فيها قيم راسخه وبتنتقل حتى زي ما بيقولوا بالتاثير، يعني حتى لو يعني زي ما بيقولوا المناخ العام كله بيبقى فيه شوايب، ولكن انا حتى الان ما اقدرش اقول النادي، عشان كده الواحد بتمنى له دايما وبحس لما بحس ان في كبوه ولا بتاع بحس اني يعني بدعي بقول يا رب الموضوع ده يبقى حاجه وتعدي ويرجع النادي الاهلي زي ما الواحد بيتمنى. سياده اللواء نورتني وشرفتني الحقيقه، انا مش عايز اقول لحضرتك انا لا املك يعني على المستوى الشخصي وعلى مستوى قناه النادي الاهلي غير ان نشكر حضرتك اولا على تضحياتك ومجهودك وعلى يعني اللي انت عملته في بالمناسبه عايز اوريكوا صوره. اتفضل. عايز اوريكوا صوره الجنود الاثنين بتوعي دول من اللي كانوا موجودين بعد 37 سنه بقى شكلهم ايه، لان انا صممت ان انا اقابلهم. اولا دي بالمناسبه صوره اهي، معرفش يا حد ممكن يا جماعه بس نقرب على الصوره دي اساسا حضرتك امسكها بس وثبتها. اول صوره اول صوره ليا لقاء مع اللواء الجمصي، وهو لسه لواء لو تبصوا تركزوا عليه اللواء الجمصي قبل ما حد يعرفه خالص اهو تلاقيه اللي هو عامل ده، انا اساسا قدامه على اليمين اهو بالظبط، وهو اللي هو بيشاور لي اللواء الجمصي ساعتها كان في الاستطلاع وبيديني مهمه استطلاعيه على الضفه الشرقيه للقناه والكلام دوت كان في شهر ابريل سنه 70 ما شاء الله. والعساكر بتوعي موجودين في في البتاع. طب دي الصوره اللي حضرتك كنت عايز توريها لنا برضه، الصوره اللي انا عايز اوريها لك دي اساسا بعد 37 سنه بالظبط كده افراد اولا بالمناسبه برضو الصوره دي تهمني قوي. الصوره دي برضو بصوا لي على الصوره دي، الشهيد عبد الهادي السقا رحمه الله عليه اللي استشهد. شوفوا يا جماعه الشهيد عبد الهادي السقا اللي استشهد
واحنا داخلين، بس هو وهو لابس اللبس البدوي تقليدا علشان لما كان موجود في موريه خلف خطوط العدو ايام حرب الاستنزاف كان هذا اللبس اللي هو بيلبسه بيتعايش معه. وتبص انك انت لا يمكن لو حد قال لك ان ده ممكن يبقى ضابط مصري مش هتقول انه ضابط مصري. الله يرحمه يا رب. ده رحمه الله عليه. الله يرحمه. ده الشهيد عبد الهادي السقا. طب ايه الصوره كمان اللي حضرتك؟ الصوره بقى ديت ادي الاثنين اللي كان محمود سالم والسويفي، ادي محمود سالم والسويفي والنقيب طارق. ممكن نجيب دي المجموعه قمر دي. دي المجموعه قمر دول وده النقيب طارق رجب. طيب نشوف بس يا جماعه الصوره دي مهمه لان دي المجموعه دي المجموعه بتاعت الاثنين. الاثنين عساكر اللي كانوا انا هنا قدامكم. اللي على اليمين وعلى الشمال. على اليمين والشمال دوت محمود سالم والسويفي. بس بعد 37 سنه. بعد 37 سنه ربنا يعني. وفي وسطهم النقيب طارق رجب ده زميل وكان مسؤول عن اللاسلكي. ربنا يعني يديكوا طول العمر وبنشكر حضرتك شكرا. طبعا يعني انا اقدر اقول لك اللي احنا بنعمله دلوقتي السادات رحمة الله عليه قال ايه؟ قال لسوف يجيء يوما لنخص فيه ونروي ما فعل كل منا في موقعه. فيعني ده خير ختام اللي حضرتك قلته لفقرتنا وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا. ويا رب يعني بالصحه والسعاده ويعني عمر مديد ان شاء الله. اهلا وسهلا. خلي بالك انا اول لقاء عندكم في القناه وانا كده اقدر اقول ان يعني يوم 6 اكتوبر ختامه كان ختام مسك. شرفتنا سياده اللواء. اهلا بيك. اعزائي المشاهدين طبعا بنشكر سيادة اللواء عادل فودة أحد رجال القوات المسلحة وأحد أبطال 6 أكتوبر. هنطلع لفاصل وهيخش طبعا كابتن محمد فاروق سعد يستكمل يومنا المفتوح ولقاءات حول 6 أكتوبر واللواء محمود علام. فاصل ونستكمل يومنا مع حضراتكم. كانت القوات المسلحة المصرية مع اقتحام مانع قناة السويس أن يقطع واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ثقتنا في قيادتها التي خططت. في ضباطها وجنودها الذين نفتدوا بالنار والدم. اتجندت انا في الجيش سنة 66، كان المفروض أخلص السنة بتاعتي وأرجع تاني بلدنا.
طبعا حرب 67 كانت نكسة على مصر كلها، لكن زي بقوله رب ضارة نافعة. انا يمكن الوحيد اللي استفاد من حرب 67. لما قامت الحرب اصبح الرياضة وقفت، بقينا كل لاعب حر مش محتاج يستغنى من النادي بتاعه ولا حاجة. في الفترة دي انا طبعا كنت مجند في الجيش، عرضت نفسي على النادي الاهلي، قلت لهم ان انا يعني ما عنديش مانع ان انا اجي في النادي الاهلي. فالناس اهتموا جدا وخلصوا لي الموضوع وجيت وقعت في النادي الاهلي. لعبت في النادي الاهلي الحمد لله كنت كويس، ولعبت في منتخب مصر العسكري والمنتخب الاهلي، ولعبت طبعا في نفس الوقت في الوحده بتاعتي. كان المفروض اخلص الجيش وارجع. في الفتره دي كان المفروض اخرج من الجيش في 1/7 سنة 67. قامت الحرب في 5 يونيو. طبعا ما بقاش في خروج من الجيش، كل الناس استبقت في الجيش، فأنا كنت من الناس اللي استبقت في الجيش. طبعا وحدتي بعد كده حلوا الاتحاد، كنت أنا في اتحاد الرياضة القوات المسلحة، حلوا الاتحاد ورحت وحدتي كانت عجبها. بعد سنتين رجعت الرياضة تاني، فجيت النادي الأهلي، بدأت أروح في الجيش أحضر وأجي على ماتشات. قبل يومين كده على ماتشات النادي الأهلي كنت بتمرن هناك في الجيش، وأقوم الصبح بدري أجري وحاجة زي كده وأجي على الماتشات. قعدت 7 سنين في الجيش لغاية حرب 73. في الفترة دي يعني الجيش غير مسار حياتي، كان المفروض هرجع بلدنا خلاص. كنت أنا لعيب كويس الحمد لله، فخدت ترقيات رتبة شاويش يعني رقيب. الرتبة دي بتبقى يعني مسؤول عن، بتبقى بتزيد مسؤولياتي شوية في الجيش. لما رحت الجبهة طبعا كنت كل علاقتي بالجيش ما فيش حاجة خالص. بدأت لقيت نفسي مسؤول عن فصيلة من 30-40 عسكري أنا المسؤول عنهم، وكنت أنا طبعا أضعفهم. بعد كده بدأت الحمد لله بصفة رياضي الناس في قوات مسلحة، بدأت أخذ فرق قوات صاعقة، انتشار سريع، عبور. الحمد لله بدأت شوية شوية لغاية لما بقيت فعلا جندي في القوات المسلحة بجد. مشينا وتدريبات، وكنا في وضع طبعا صعب جدا من حرب الاستنزاف، قضيته كله على الجبهة. شفتنا ايام عسيرة جدا وصبر، خصوصا في وقت ضبط النفس، وكنا بنشوف اليهود. كان موقعي في على شط القناة، كنت في مركز استطلاع، وكان العدو قدامنا بيشوف باستمرار واستفزازات غريبة، وكنا منتظرين يوم رد الاعتبار. لغاية الحمد لله لما جه اليوم دوت، والواحد أدى دوره على أكمل وجه، وكان يوم العبور العظيم. كنت واحد من الناس اللي عبروا، كنت الحقيقة في سلاح المدفعية، وكان مدفعية صواريخ، والسلاح ده كان الصواريخ دي كان بتضرب على مسافة 70 كيلو، تدمرها كيلو متر مربع. فالحقيقة يعني أنا خدت طبعا شهادة بأن أنا كنت مميز، وشهادة عبور من قوات مسلحة، وحس أن أنا الحمد لله يعني أديت دور على أكمل وجه. كانش حد يفكر في حياته ولا في بيته ولا في نفسه، سبحان الله. يعني من كان قبليها كان كل واحد بيفكر في مستقبله، هنعمل ايه لما نخرج من الجيش. اللي خريج مش عارف ايه نسي، اللي خريج هندسه نسي الهندسه، اللي خريج زراعه نسي زراعه، اي حاجه. في وقت الحرب محدش بقى يفكر غير ان احنا ازاي نسترد كرامتنا، وازاي نعبر، وازاي نحسس الناس دي ان الجندي المصري جندي وراجل، واللي حصل ده مش ممكن يعني يتكرر تاني.
والحمد لله ربنا اكرمنا وكان النصر اللي العالم كله تحدث عنه. بلدنا غالي علينا كلنا. بعد العبور طبعا الناس كانت بتفرح، احنا كانت فرحتنا مختلفة، لان حاسس ان انا اديت لبلدي حاجة وعملت حاجة لبلدي واديت دوري بشرف. يعني مش قادر اقول لحضرتك فرحة يعني لا توصف.